اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا كده على السريع نروح نتعرف سوا على اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، وطبعا مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. النهاردة أخبارنا كلها متعلقة بالألعاب الأخرى، والبداية من لعبة كرة السلة. رجال كرة السلة بيحجزوا مقعد في نصف نهائي بطولة الدوري المرتبط، طبعا ده بعد تخطيهم لعقبة المصرية للاتصالات. يعني أمس كان رجال المصرية للاتصالات انسحبوا من المباراة طبعا بعد تأكد إصابة العديد من أفراد الفرقة بفيروس كورونا. يعني طبعا بنقول لهم ألف سلامة وإن شاء الله يرجعوا الملاعب تاني في أقرب وقت، لكن بالفعل كان حسمها شباب المرتبط بعد فوزهم في مباراة العودة بنتيجة 98-45، وبكده يكون بيتأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري المرتبط. مباراة نصف النهائي هتكون يوم 12 و13 نوفمبر. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. خليني أقول لجميع مشاهدينا أن رجال كرة السلة الحقيقة عاملين بطولة كبيرة جدا، يعني قدروا يفوزوا بالعلامة الكاملة في جميع المباريات، سواء في الدورة المجمعة الأولى اللي كانت بتقام في الأسكندرية أو الدورة المجمعة الثانية اللي كانت بتقام هنا في القاهرة، وطبعا في مباراة ربع النهائي. إن شاء الله يكملوا بهذا الأداء ويحسموا البطولة لصالحهم ويحافظوا على اللقب. يعني طبعا زي ما احنا عارفين أنه رجال كرة السلة هم الحاصلين على هذا اللقب الموسم اللي فات، وان شاء الله كمان يحققوا هذا الموسم. خلونا دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد النهارده عندهم مباراة امام فريق الشمس. المباراة هتكون في تمام السادسة مساء على صالة الشمس، ضمن طبعا منافسات بطولة الدوري. خلوني اقول لجميع مشاهدينا انه دي المباراة الختامية للدور الاول من بطولة الدوري. سيدات كرة اليد الحقيقة عاملين دور قوي جدا، يعني قدروا يفوزوا في جميع المباريات بالعلامة الكاملة وكمان بفرق سكور. الحقيقة انه جميع اللاعبات وايضا طبعا بقيادة كابتن يحيى يوسف في فترة تركيز كبيرة جدا، هدفهم هو تحقيق ثلاثية هذا الموسم، وعمل طبعا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات. كمان رجال كرة اليد النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعة 1:15، ده طبعا ضمن الاستعدادات للمباراة القادمة اللي هتكون فريق الجيش. المباراة هتكون الساعة 4 العصر يوم الخميس القادم على ملعب الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان استكمالا للحديث عن التدريبات، فرق تنس الطاولة النهاردة بتواصل تدريباتها، هيكون عندهم تدريب على فترتين، الفترة الصباحية هتكون الساعة 11 والفترة المسائية هتكون الساعة 7 مساء. طبعا ده ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة. يعني هم بالفعل ختموا الدور الأول من بطولة الدوري، قدروا يفوزوا في جميع المباريات بالعلامة الكاملة، والحقيقة في جميع الأشواط يعني حسموا جميع المباريات بنتيجة 3-0، سواء أمام فريق الحوار، أمام فريق أسوان، دمنهور، مسيحية القاهرة، وأيضا طنطا. إن شاء الله يكملوا بنفس الأداء وبنتمنى لهم كل التوفيق في الدور المقبل. أما عن سيدات كرة الطائرة، النهاردة عندهم راحة سلبية من التدريبات، هيستأنفوا تدريباتهم غدا استعدادا للمرحلة المقبلة. يعني كانوا خاضوا سيدات كرة الطائرة مباراتين وديتين أمام وادي دجلة وأيضا أمام الجزيرة، وقدروا يفوزوا في جميع الأشواط بنتيجة 3-0. طبعا ده ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، يعني هو لسه لم يتم تحديد موعد بداية الدوري، لكن سيدات كرة الطائرة بيستعدوا للموسم الجديد. اخيرا بقى خلونا نروح للكاراتيه، وفرق الكاراتيه بيغادروا للاسكندريه، شباب وشابات وناشئين وناشئات استعدادا للمواجهات النهائيه من بطوله الدوري. المواجهات هتكون في الاسكندريه على صاله الاولمبي، ولو هنتكلم بالتفصيل متبقي لشباب الكاراتيه مواجهه الصفوه الشمس وهيهيا، متبقي للشابات مواجهه مركز شباب الامل سموحه والاولمبي، متبقي للناشئين مواجهة
مواجهه المنتزه، المؤسسه العسكريه والزهور، واخيرا متبقي للناشئات مواجهه فريق الاولمبي هي الزمالك وسموحه. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في الاسبوع القادم في 10 الصبح في الاهلي نكون بنعلن عن ان فرق الكاراتيه بالنادي الاهلي حققت اعلى المراكز زي ما هم عودونا دايما. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه المتميزه.